كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع البطالة في إسبانيا خلال شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى تراجع وتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد. وزارة العمل الإسبانية أعلنت أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 4.18 مليون شخص بنهاية الشهر الماضي. هذا وأشارت الوزارة إلى أن البطالة عادة ما ترتفع في شهر أكتوبر تشرين الأول من كل عام بسبب انخفاض العمالة الموسمية.